مع بعض. بالظبط، انا حتى الشناوي قال لي خلاص وان شاء الله هنكسب. احنا اللي كانت بعدها على طول كانت شيكابالا، لا كانت عمر جابر اللي هي ضاعت، كانت عمر جابر اللي بعدها، هي كانت اخر واحده انا شوت وبعد كده عمر جابر ضيع. ايوه صح، ده شيكابالا اللي كملنا بناء عليها. بس كابتن انت سددت بعدها عمر جابر. بس بالمناسبه كابتن، والله والله كمان مره احنا كلنا كان عندنا يقين بالله اللي احنا هنكسب فعلا، حتى في اخر ضربه بتاعت شيكابالا وهو داخل ولو سجلها هنخسر. احنا كنا واقفين كلنا مع بعض، جماعه ما نسيبش ايد بعض ان شاء الله هنكسب. احنا بنتكلم بكده كابتن، مع ان اخر ضربه انت خلاص هتخسر. نعم بالظبط، كلنا عاملين كده والله. حتى السلاح لك ان شاء الله الشناوي هيصد ان شاء الله، ان شاء الله احنا واقفين يا كابتن كده خلاص، انت خسران. انت 95% خسران خسران. نعم. خسران. سبحان الله. بالظبط يا كابتن والله. الشناوي اتعامل معاها نموذجي، بهدوء وبهدوء يا كابتن، نموذجي ومعاها مع اللعبه، مع اللعبه بالظبط. كان عنده ذكاء وخبره انا بعتقد شحات كحارس مرمى يعني. بص حد دلوقتي ما اتحركش، هو بيحط رجله اتحرك، الكره بتتحط راح. بالظبط، خبره السنين كلها، كان دايما كابتن شربيني ربنا يديله الصحه يقول لك خبره السنين كلها. فالشناوي حط خبره السنين كلها في الكوره. بص حتى بتاعت عمر جابر. هي طبعا عمر حطيتها كويس وعاليه، بس هو الشناوي كان رايح معاها برضه. الشناوي ما فيش كوره ما راحش معاها، ما فيش ولا كوره، عارف كده. وكابتن والسوبر اللي برضه اللي قبليه راح مع كلها، بس كان في توفيق اللي هي ما كانتش تصد. دي بتفكرني بالرجاء. بس رجعتها بره خالص يعني، وكان نفس الاحداث.